بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة من محاضرات الأخلاقيات الطبية لطلاب المستوى الثاني مختبرات، وسنأخذ موضوعين في هذه المحاضرة. أول حاجة بنأخذ قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة، والثاني سنأخذ ما يتعلق بقانون بنك الدم. نبدأ أولا بالقانون الذي يتحدث عن المنشآت الطبية والصحية الخاصة. طبعا هذه هي المقدمة الأولية، وبعد ذلك نأتي إلى التسمية والتعاريف. التسمية والتعاريف، وطبعا هنا معنا مادة واحد التي هي يسمى هذا القانون قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة. وطبعا هنا يحدد يعني الجهة التي قامت بالإصدار، وتبدأ أولا من اسم الجمهورية والوزارة، وزارة الصحة العامة، وزير الصحة العامة، واللائحة إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالمقدمة لهذا القانون. نأتي بعد ذلك إلى من هي النقابة المعنية بتطبيق هذا، الذي هي طبعا نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة. طبعا نقصد بنقابة المهن الفنية الصحية الذي هي نقابة التمريض، نقابة المختبرات، نقابة طب الأسنان إلى آخره. ومن هي القانون هذا يعني بأي منشآت؟ طبعا المنشآت الطبية والصحية التي نحن سنتحدث عليها أو التي صدر هذا القانون من أجلها، وهي كما يقول هنا من هي هذه المنشآت الطبية والصحية الذي نشأ أو الذي أنشئ هذا القانون من أجله. قال هو كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الطبية الصيدلانية، وكذا المساهمة أو وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. هذه المنشآت التي القانون هذا يتحدث عليها، والتي هي واحد المستشفيات، المستوصفات، المراكز الطبية، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية وهي التي أنتم تدرسوها، مراكز الطب الرياضي، مراكز التنمية البصريات، مراكز العلاج الطبيعي، معامل أسنان، عيادة طبية، صيدليات، منشآت فنية إلى آخره. هذه المنشآت الطبية والصحية التي القانون هذا ينظمها. طبعا نحن كما نعلم أو كما ستعلمون، أنه عندما نريد أن نفتح أي منشأة من هذه المنشآت الاثنى عشر التي ذكرناها، لابد إيش من حصول على الترخيص. وما هو الترخيص؟ يعني نروح لمكتب الصحة ونحصل على إيش، على ترخيص على أساس أنه نعمل على فتح هذه المراكز. الترخيص قال هو الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة لتأسيس وتشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة. طبعا الترخيص الذي هو وثيقة، دائما نحن عندما نريد أن نفتح أي من هذه المنشآت الطبية التي ذكرناها آنفا، لابد أن نبحث عن هذا الترخيص ونذهب إلى مكتب الصحة أو وزارة الصحة من أجل الحصول على هذا الترخيص. طبعا هنا الأهداف، الأهداف طبعا نحن هنا نقول إنه ما فيش داعي، عملنا عليها إكس على أساس إنه ما في داعي، إنما هو هذا الترخيص هو من أجل تنظيم الخدمات أو تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية وفقا لضوابط ومعايير. يعني إذا تركنا الأمر هكذا زي ما يقولوا على الغارب، يعني سيكون أي واحد يجي يفتح منشأة طبية وقد يستوفي الشروط أو لا يستوفي. ولذلك كان الهدف من هذا القانون أو قانون المنشآت الطبية الصحية هو تنظيم العمل وإلى آخره، كذلك تشجيع عملية الاستثمار، القطاع الخاص، تنظيم تعزيز الرقابة والكشف الدوري، نشر الخدمة الطبية الصحية، الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى مع أدبيات المهنة، الإسهام في عملية التوعية إلى آخره. هذه عبارة عن أهداف لهذا القانون. طبعا نحن عملنا عليه هنا إيش، عملنا عليه إكس على أساس إنه إيش ما نحنش مطالبين فيه. طيب من هي الآن، نأتي إلى حاجة اسمها الفصل الثالث من هذا القانون، الذي هو إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت. يعني من هي اللجنة التي مخول لها أن تقوم بإصدار تراخيص للمنشآت الطبية الصحية، الذي هي كما يقول هنا اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية الصحية الخاصة.
كما يقول هنا، تنشأ لجنة معنية بالمنشآت الطبية الصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشؤون الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات. هذه المكاتب هي المخولة بعملية فتح هذه المنشآت الصحية، وهذه اللجان تتكون غالبا واحد مدير عام مكتب الصحة، مدير إدارة المنشآت الطبية الخاصة، مدير إدارة الخدمات الطبية، مدير إدارة الهندسة والتشغيل، ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة، وممثلان عن النقابة المعنية الذي هي نقابة الأطباء إذا كانت عيادة أو مستشفى، نقابة الصيادلة إذا كانت المنشآت ستكون صيدلية، نقابة المهن الطبية المخبرية الذي إذا كنا نفتح مثلا إيش مختبر. طيب هذه اللجنة التي مخول لها أن تعمل عملية، أو يعني هي المخولة بعملية الفتح، ماذا إيش المهام حقها؟ قال هنا تتولى اللجنة المهام التالية: 1- دراسة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها، يعني الطلبات التي تقدم من المواطنين، يعني واحد طبيب راح إيش يفتح عيادة لابد إنه يقدم طلب، هذه اللجنة إيش تدرس هذا الطلب وتشوف مثلا هل هذا الرجل يحمل مؤهل، إذا هو افتح عيادة هل هو يحمل مؤهل، طيب من أين وكم الفترة الزمنية الذي قضاها في فترة التدريب إلى آخره. الحاجة الثانية الذي هو من مهام هذه اللجنة النظر في تقارير التفتيش الدوري، النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها إلى الإدارة المختصة. طبعا هذه اللجنة كذلك مهمتها أنها إذا كان مثلا المنشأة موجودة ينزلوا يعملوا إيش عملية تفتيش، وهذه اللجنة ترفع مقترحات إلى الإدارة العليا، ولو في أي مخالفات قد ربما يتخذوا عقوبات. 3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الإدارة المختصة للنظر في الشكاوي والتظلمات المقدمة أو المحالة إليها، يعني أحيانا قد يحصل أنه هذه اللجان يقدم إليها شكاوي وتظلمات من أصحاب هذه المنشآت، فهي إيش تقوم بالتحقيق في هذه التظلمات وتعمل حلول لهذه الشكاوى. الحاجة الرابعة من مهام هذه اللجنة رقم 4: اقتراح ما تراه ضروريا لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للإدارة الصحية. 5- منح تراخيص المنشآت التالية، يعني هذه اللجان التي ذكرناها هي من مهامها منح التراخيص، منح التراخيص، وهذه المنشآت الذي سنقوم بمنحها تراخيص، الذي هي العيادة الطبية، 2- مراكز العلاج الطبيعي، 3- معامل الأسنان، مراكز الطب الرياضي، مركز السمعيات، الصيدليات، المنشآت الفنية الصحية المقابلة الذي هي مثلا مختبرات أو عيادة تمريض. كذلك ممكن من مهامها كذلك رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية. طبعا هذه اللجنة من مهامها كذلك أنها يقدم لها طلب ترخيص لفتح مستشفيات أو مستوصفات ومراكز، وهي تقوم بعمل ملف وبعد ذلك تتواصل مع اللجنة المعنية في وزارة الصحة. طيب مادة 6 للجنة، هذه اللجنة التي ذكرناها، للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها، يعني إذا كان ترى هذه اللجنة أن هناك ناس من ذوي الاختصاص يعني ضروري أن يحضروا في عملية مثلا فتح أو تفتيش أو فحص، ممكن تستعين بأي واحد من ذوي الاختصاص على أساس أنه يحضروا هذه الجلسات أو يدرسوا هذه الطلبات. أيضا تبين اللائحة نظام أعمال اللجنة. طيب الفصل الرابع الذي ما هو شروط تأسيس أو تشغيل المنشأة الطبية، يعني عشان نفتح منشأة طبية ما هي الشروط عشان نفتح. رقم طبعا هنا يقول مادة 7: الشرط الأول، يشترط في من يؤسس أو يشغل منشأة طبية أو صحية خاصة أن يكون حاصلا على الترخيص من الإدارة المختصة، والإدارة المختصة الذي هي قلنا الموجودة في مكتب الصحة في المحافظات، إذا لابد أن يكون حاصلا على الترخيص من الإدارة المختصة الموجودة في وزارة الصحة والذي ذكرناها سابقا وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون اللائحة التنفيذية. 8- على المتقدم الذي عمل تقديم من أجل الحصول على ترخيص، على المتقدم بطلب ترخيص لتأسيس أو تشغيل منشأة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الإدارة المختصة مع بيان التالي: اسم طالب الترخيص، يعني تكتب تقدم طلب تكتب اسمك على أساس أن أنت صاحب الترخيص،
أيضا نوعية المنشأة، يعني إيش بتعمل منشأة، صيدلية، عيادة، مركز طبي، مستوصف. أيضا تحدد إذا كانت مثلا مستوصف ما هي التخصصات الطبية التي تمارس أو التي تمارس فيها. أيضا عدد الأسرة والتجهيزات، وهذا مثلا في حالة ما يكون مستشفى أو مستوصف أو مركز. النقطة اللي بعدها، يجب أيضا إرفاق مخطط الأرض المراد إقامة المنشأة عليها. طبعا هذا إذا كنا نريد أن مثلا أن نؤسس ونبني من البداية يعني أرض، وهذه الأرض الذي مثلا سنقيم فيها المستشفى، لابد أن احنا نعمل إيش، مخطط. وهذا المخطط نعرضه على الإدارة الهندسية من أجل يعني هل هو موافي للتخطيط المطلوب لعمل مستشفى أو مستوصف أو مركز. المادة 9 تتكون من 3 فقرات. الفقرة ألف، على المتقدم بطلب ترخيص منشأة طبية استثمارية التقدم إلى الإدارة المختصة بطلبه مستوفيا ما ورد في المادة 8، الذي هذه المادة 8 هذه، تمام، والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار. لأنه أنت بعد ما تحصل على موافقة من مكتب الصحة ممكن تروح الهيئة العامة للاستثمار على أساس أنه تحصل على ترخيص بتأسيس أو تشغيل المنشأة، وعلى اللجنة إبداء رأيها في الطلب خلال شهر من استلامها المستندات كاملة. أيضا رقم الفقرة باء من المادة 9، إذا تقدم طالب الترخيص المنشأة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة، فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار إرسال الطلب مع المستندات كاملة للجنة. يعني شخص جاء يقدم على طول للهيئة العامة للاستثمار قبل أن يذهب إلى وزارة الصحة، هنا لابد أنه الهيئة العامة تعمل عملية إرسال لهذه الملف إلى اللجنة الخاصة في مكتب الصحة أو وزارة الصحة. الفقرة ج من المادة 9، الإدارة المختصة رفعت الطلبات المقدمة إليها لمنح ترخيص إنشاء أو تشغيل منشأة إلى اللجنة البت فيها خلال مدة أقصاها 2 أسبوع. طيب، المادة 10 تحدد كل منشأة أجور الإقامة والخدمات الطبية. يعني كل منشأة عندما تعمل أو عندما تؤسس لابد أنها تحدد ما هي الأجور التي ستأخذها على الخدمات الطبية. يعني المعاينة عند المريض كم بيكون، حق الجهاز كم، حق المختبر على حسب الفحوصات كل فحص كم، وهذه لابد أنها توضحها في إيش، في الـ في الـ يعني في الطلب الذي تقدمت به إلى وزارة الصحة. المادة 9، على المنشأة الطبية الصحية الخاصة التي سواء كانت مستشفى، مستوصف، مركز طبي، الإسهام الفعال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. طبعا الخدمات الصحية يعني المستشفيات هذه الخاصة أو المستوصفات أو المراكز، لابد أن تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. ونقصد برعاية خدمات الصحية الأولية الذي هي مثلا رعاية الأم والطفل، أو ما نسميه الصحة الإنجابية. ممكن كذلك تقدم خدمات التحصين، ممكن تعمل على تقدم خدمات التثقيف الصحي إلى آخره. هذه من الأشياء التي أو من خدمات الرعاية الصحية الأولية التي يجب أن تقدمها للجمهور حالما تفتح مستشفى أو مستوصف أو مركز. النقطة أو المادة رقم 12، يحظر نقل ملكية أي ترخيص المنشأة إلى شخص آخر إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة. يعني مثلا شخص يملك مستشفى، الآن ما يشتيش المستشفى، يشتي يتنازل لشخص آخر، لابد أن يتنازل لهذا الشخص بس بشرط بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة. يعني الإدارة المختصة الموجودة فين؟ في مكتب الصحة. يعني يروح يبلغ مكتب الصحة أنه بيتنازل لشخص آخر. طيب، حصل أنه قالوا في حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشأة المعمدة من المحكمة للورثة. يعني واحد شخص عنده مستشفى ومعه ترخيص توفى، لابد أنه هذه أو هذا الترخيص يؤول إلى ورثته الشرعيين، تمام؟ المادة 13 تكون من 3 فقرات، لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة. يعني من الشروط أنه لو فتحت مستشفى وأردت أنك توظف واحد مخبري، لابد هذا المخبري يكون عنده ترخيص مزاولة مهنة من النقابة، من نقابة المهن التشخيصية، نقابة المهن التشخيصية أو المخبرية. قالوا عليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم، ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم. يعني المستشفى تشعرك بعد ذلك مكتب الصحة أنه الشخص الذي تقدم أو الذي شغلناه ويحمل على ترخيص كذا، لابد أنه
ترفع بهذه المعلومات إلى مكتب الصحة. اللي بعده الفقرة باء، على المنشأة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة لهذا. يعني طبعا التقيد بقانون العمل، قانون العمل الذي يحدد مثلا أنه العمل يكون من الساعة 8 إلى الساعة 12 وبعدين من 4 إلى 8، وكذلك قانون العمل الذي يحدد كم فترة العمل، هل 7 أيام في الأسبوع أو 6 أيام في الأسبوع. قانون العمل كذلك الذي يقصد به يعني كم الأجور الذي تعطى لصاحب الدبلوم، صاحب البكالوريوس، صاحب الماجستير إلى آخره. هذا يسمى قانون العمل الذي غالبا يتبع وزارة العمل، فيجب على هذه المنشآت الخاصة التقيد بقوانين وزارة العمل. الفقرة جيم، على المنشآت الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العامل لديها. يعني عندما توظف أي شخص لابد أنه تعمل معه عقد، تعمل معه عقد إيه، وصورة العقد هذه إيه؟ يعني تعطي أو تعمل فيها إفادة للإدارة المختصة في وزارة الصحة. المادة رقم 14، على المنشأة الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقا للنماذج المعدة. طبعا كما هو معلوم أنه غالبا تأتي للمستشفيات أو المستوصفات حالات مرضية، ظنك مثلا، ملاريا، لابد أنه ترفع شهريا وتعمل تبليغات بعدد الحالات التي وصلت إليها، خاصة في الأمراض المعدية، خاصة في حالة الأمراض المعدية، وهذه تقارير ترفع شهريا من المستشفيات أو المستوصفات إلى مكاتب الصحة التي بدورها تعمل على تجميع هذه البيانات ورفعها إلى وزارة الصحة من أجل اتخاذ الخطط اللازمة للتعامل مع هذه الأمراض الوبائية. المادة 15، لا يجوز تغيير أو نقل مكان أو نشاط المنشأة إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة. يعني واحد فتح مختبر في شارع مثلا معين، الآن يريد أن ينقل إلى مكان آخر، إذا لابد إيش أن يعمل أو يطلب من الإدارة المختصة في وزارة الصحة وفي مكتب الصحة بإشعارهم أنه سيقوم بنقل المنشأة من مكان لآخر. يعني ما يقومش كذا ينقل دون الرجوع إلى مكتب الصحة وإبلاغه. المادة 16، على المنشأة الطبية الصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والإعلان المنصوص عليها في اللائحة. يعني أي منشأة طبية أو صحية تريد أن تعمل إعلانات أو دعاية لابد أن تتقيد بهناك شروط معينة. من ضمن هذه الشروط طبعا أنه يكون هذا الإعلان صادق وليس كاذب، يقدم معلومة صحيحة ولا يقدم معلومة كاذبة. هذا من شروط الإعلان الذي يمكن أن تقوم به أي منشأة طبية. المادة 17، يجدد ترخيص المنشأة كل سنتين. يعني الترخيص هذا الذي حصلت عليه كل سنتين تعمل له إيش؟ تجديد من قبل مكتب الصحة أو من وزارة الصحة. طيب الآن نأتي إلى الفصل الخامس من قانون المنشآت الطبية الذي هي الشروط الفنية للمنشآت الطبية الصحية الخاصة. الشروط الفنية، ونقصد بها ما يتعلق بالمبنى وما يتعلق بالجوانب الهندسية في هذا المبنى. المادة 18 تقول يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة، مثل توفر وسائل التخلص السليم والآمن والنفايات. وأنتم كما تلاحظون أن المستشفيات مثلا لابد أن يكون فيها أماكن للتخلص من النفايات والمخلفات الخطرة، وكذلك لابد أن يوجد فيه مواصفات هندسية تتطابق مع الشروط الهندسية التي تعد أو التي يعمل بها في الأماكن، في المستشفيات العامة أو في المستوصفات أو في المراكز. المادة 19 من الشروط الفنية، قال أول حاجة المستشفى العام يجب أن يحتوي على الإمكانات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على ألا يقل عدد الأسرة فيه عن 30 سرير. وهذا تركزوا عليه، إذا شرط المستشفى ألا يقل فيه عدد الأسرة عن 30 سرير، ويتوفر فيه فروع الطب الأساسية. ونقصد فروع الطب الأساسية التي هي الجراحة العامة، جراحة النساء، أمراض باطنية، أمراض أطفال إلى آخره. طيب المبنى يعني مبنى المستشفى، قال يجب أن يكون بناء مستقلا له مداخل أو مدخل واسع وعدة مخارج، مع توفر حديقة لتنزه المرضى، مزودا بإنارة إضافية وتكييف
أو تدفئة مع التوفر مساعد كافي للعاملين والمرضى وكل متطلبات السلامة إلى آخره. الذي بعده يجب أن يحتوي المستشفى العام على الأقسام التالية: قسم استقبال، قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الرقود. وشريطة أن يكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال. الثاني قسم الخدمات التشخيصية العامة، لابد أن يتوفر في المستشفى قسم خدمات تشخيصية الذي هي مثل المختبرات وبنك الدم والأشعة. لابد أن يتوفر فيه الصيدلية الداخلية، لابد أن يتوفر فيه الذي هو رقم دال ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق المنصوص عليها في اللائحة. طيب ما طيب بالنسبة للإدارة والكوادر، ما هي الشروط؟ ما هو شرط الكادر الموجود في المستشفى؟ قال أولا مدير المستشفى يشترط في من يدير المستشفى أن يكون فنيا، يشترط في من يدير المستشفى فنيا، يعني الذي نسميه المدير الفني، الذي نسميه المدير الفني للمستشفى، يشترط أن يكون طبيبا اختصاصيا أو طبيبا ممارسا أو طبيبا ممارسا لا تقل خبرته عن 5 سنوات. ويشترط في رؤساء الأقسام مثلا رئيس قسم الأشعة، رئيس قسم التخدير، رئيس قسم الصيدلية. يشترط في رؤساء الأقسام أولا الأقسام العلاجية، ونقصد بالأقسام العلاجية الذي هي مثلا قسم الباطنية، قسم النساء والولادة، قسم الجراحة. يشترط في رؤساء الأقسام العلاجية واحد أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات أو أطباء ممارسين. نقصد بالطبيب الممارس الذي عنده طب عام وما فيش عنده مثلا ماجستير، ما درس ماجستير، إنما طبيب عام بس يمارس في قسم الباطنية، أو طبيب عام يمارس أو عنده خبرة كبيرة في قسم الجراحة وهكذا. إذا يشترط فيهم أن يكونوا يعني أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن 5 سنوات. طيب القسم الثاني المختبرات وبنك الدم، يجب أن على رئيس القسم أن يكون حاصلا على مؤهل بكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن 2 سنوات. الأشعة أن يكون اختصاصيا في التشخيص مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات أو طبيبا ممارسا في الأشعة. 4 التخدير أن يكون اختصاصيا مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات أو طبيبا ممارسا في التخدير لمدة لا تقل عن 5 سنوات. الصيدلية أن يكون صيدلانيا مع خبرة لا تقل عن 2 سنوات. التمريض أن يكون ممرضا أو ممرضة حاصلا أو حاصل على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن 1 سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات. هذا بالنسبة إيش للمستشفى العام، هذا بالنسبة للمستشفى العام. الآن نأتي إلى المستشفى التخصصي، ونقصد بالمستشفى التخصصي الذي يحتوي على مثلا مستشفى الصدر، مستشفى الأمراض النفسية، يعني مستشفى متخصص في يعني في جهاز معين من أجسام من أجهزة الجسم. أما المستشفى العام فهو المستشفى الذي يحتوي على كل أقسام أو على كل التخصصات، بينما المستشفى التخصصي قال يجب أن يحتوي على الإمكانات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط، على إلغاء العدد لدى الأسرة فيه عن 20 سريرا. ويجوز لأي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي أن تضم أكثر من تخصص، وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية الصحية الأخرى الواردة في فقرة ألف من هذه المادة التي ذكرناها سابقا. المادة 20 المستوصف يجب أن يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الأسرة فيه عن 10 أسرة، وأن يديره فنيا، يعني الذي يكون مدير فني يكون طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس، وأن يكون مستوفيا لكافة الشروط الفنية والصحية المحددة في اللائحة. طيب المركز الطبي يجب أن يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يحتوي على أسرة لإيواء المرضى، يعني ما يحصلش إنه المريض يقيم داخل هذا المركز. المركز الطبي غالبا لا يقيم فيه المريض بخلاف المستوصف والمستشفى، ففيهما أسرة، هذه الأسرة غالبا المريض يقيم فيها ويقيم أسبوع أسبوعين. أما هنا فالمراكز الطبية يعني لا تحتوي على أسرة لإيواء المرضى. وكذلك يجب أن لا يقوم بإجراء لا يقوم بإجراء العمليات، ويجب أن يديره فنيا طبيب اختصاصي أو طبيب مارس على أن تتوفر فيه الاشتراطات الفنية الصحية والمعدات اللازمة. اللي بعده المختبر الطبي، وهذا الذي هو موضوعكم أيها كمخبرين. المختبر الطبي قال يقوم بإجراء الفحوصات المخبرية للمرضى وتتوفر فيه الأجهزة والمعدات المخصصة
لذلك ويديره فنيا، يعني يكون حق المدير الفني من ذوي التخصصات في مجال المختبرات المصرح له بمزاولة المهنة. المجال المختبرات إما أن يكون مثلا متخصص في علم الدم، متخصص في الميكروبيولوجي، متخصص في الأنسجة إلى آخره. طيب المادة 22 المراكز الأشعة تجري فيه الفحوصات أو العلاج بالأشعة، ويجب أن يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية، الفنية نقصد ما يتعلق بالمبنى والصحية، يعني ما هي الأشياء أو الفحوصات أو الأشعة التي يستخدموها، والهندسية، تمام، ويعمل فيه ويدير اختصاصين في مجال الأشعة التشخيصية. المادة 24 الصيدلية تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية وفقا لوصفة طبية ويبيع المستلزمات وبيع المستلزمات ومواد التجميل وأغذية وحليب الأطفال، ويعمل فيها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة. اللي بعده العيادات الطبية، العيادات الطبية الذي هي العيادات الذي يعني يقيم فيها أطباء، سواء كان عيادة طبيب بشري، طبيب مثلا باطنية، طبيب جراحة، طبيب نساء ولادة، طبيب أطفال. قال عيادة الطب البشري تقوم بتقديم الخدمات الطبية من قبل طبيب حاصل على تراخيص مزاولة المهنة وتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة اللي ذكرناها سابقا. باء عيادة الفم والأسنان تقدم فيه خدمات علاجية لمرضى الفم والأسنان، ويجب أن تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة، وأن يتولى أعمال فيها أطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة. طيب المادة 26 معامل الأسنان الذي صنع فيها الأسنان، التي صنع فيها الأسنان الخزفية. قال معامل الأسنان تتم فيها صناعة الأسنان والأطقم الذي التركيبة وتتوفر فيها الأجهزة والمعدات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة، ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة. ونقصد هنا فني أسنان الذي درس سنتين أو 3 سنوات. المادة 27 مراكز البصريات والسمعيات الذي يبيع مثلا نظارات أو أجهزة سمع. قال يتم فيها فحص وتركيب الأجهزة البصرية أو السمعية وفقا لوصفة طبية، ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة، ويتولى العمل فيها فنيون، يعني فني حاصل على دبلوم بصريات أو دبلوم سمعيات. مادة 28 مراكز العلاج الطبيعي وعيادة التأهيل تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقا للإرشادات الطبية، شريطة أن تتوفر فيه التجهيزات والشروط اللازمة إلى آخره. مادة 29 مراكز الطب الرياضي، مراكز الطب الرياضي قال يجب أن تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية شريطة تتوفر فيها الأجهزة والمعدات، ويعمل فيها اختصاصيين في الطب الرياضي. اللي بعده المادة 30 المنشآت الفنية الصحية المقابلة. قال تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة شريطة أن يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يتقيد بنظام الإحالة، يعني لابد على هذه المنشآت الفنية الصغيرة أن يكون فيها نظام الإحالة، بمعنى أنه إذا جاءت حالة مرضية وهذا المنشأ أو هذه المنشأة لا تستطيع أن تتعامل مع هذه الحالة أو هذا المرض، لابد أنها تعمل إحالة إلى شخص متخصص، يعني تعمل ورقة أو الممرض أو المساعد الطبيب يعمل ورقة ويحيل هذه الحالة المرضية إلى تخصص أعلى. من هذه المنشآت الفنية الصحية المقابلة العيادة الإسعافات الأولية، المختبرات الأساسية، ونقصد بالمختبرات الأساسية الذي هي المختبرات التي تعمل المختبرات الفحوصات الروتينية غير المختبرات المتخصصة التي تقوم بالفحوصات الدقيقة التي لابد أن تحتوي على أجهزة كيمياء. من المنشآت الفنية الصحية المقابلة مخازن الأدوية اللي نسميه مخزن أدوية مش صيدلية، في عندنا صيدلية وفي عندنا مخزن، هذه نقصد بها المخازن. أيضا عيادات القبالة أو التوليد الطبيعي أو أي منشأة صحية مقابلة، وتحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الأخرى. إذا هذه الـ أو هذا هذه المواد المادة يعني من 1 إلى 30 هذه تسمى قانون المنشآت الطبية والصحية، وهذا ما يتحدث عنه هذه القوانين، وهذه تعتبر محاضرة حول المنشآت الطبية والصحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.